المسلمين. أسأل الله في هذه الساعة أن الله يجمعنا وإياكم وكل من يشاهد، إن كان في أحد يشاهدني، الجنة وجميع أقاربنا. قل يا الله يا يوسف مع نزول المطر، أن الله يرحمنا برحمته، آمين، ويسترنا بستره، آمين، ويقضي ديننا، آمين، ويفرج همنا، آمين، ويرحم كل شخص فقدناه، وأن الله يرحم أخت عبد الله بن دعلوك، الله يرحمها يا رب، الله يرحمها ويغمد روحها الجنة. قول يا رب، آمين يا رب العالمين، ويرحم كل موتى المسلمين، آمين، ويشفي مرضانا، ويعطي والدينا الصحة العالية وطولة العمر. أستاذ خالد، تفضل. عليك خصم طال عمرك 300 ريال. ما نقول انقلع مني هناك، لا تمقت في القاع. ليش؟ تقعد تشغلني بالبلديه؟ فكري منك، اشغلتونا انتم. لحظة. بلديه في الشارع، مو بالاماكن. مو جالس، ما سوى شيء. دقيقة، خصم. خلاص. خصم. امسحها. ثلاث دبات ماي طال عمرك وورقة. ما شالها. ما شالها. حتى لو ما هي لك تشيل. بعدين خلاص. هذه بيتك. انا قريتنا. في كفش وروس. انت ايد كلامك. لو سمحت، لو سمحت، انا رئيس بلدية صح؟ لا خلني اتكلم. بعدين في كفش الروم يقول ما يدك بطنية، انت شغال رئيس بلدية ولا منظف غرف؟ شفت كيف؟ غبي انت. شفت كيف؟ بلدية بس في الاماكن المختصة. رئيس بلدية نظافة. اسمع باذن الله الواحد الاحد. الله يسعد صدق. انها راح تكون اجمل رئاسة بلدية مرت على وجه البرامج الواقعية كلها. اذا بتوظفنا نتفق. شو رايك؟ اذا بتوظفنا. اقول لك تخيل اطالب باشياء من فريق الدعم يبوها لي عقب اسبوع لما يوصلها من اعمال السعوديه. خلصت راسي. انت بناخذ فكرتك الاعداد ويجيب بيجيب طال عمرك طال عمرك بتجيب منظفات باذن الله. من منظفات انت؟ الله اعلم. اي كلين هنا موجود. تجيب منظفات ليش؟ اي كلين. ها توظفني من؟ ترى فاضي ما عندي شيء. وش العروض اللي عندك تخدم؟ والله اول شيء عبد الله خماش. اي السي في حقه. انا شوف انا ماني بحر وظيفه ترى النظافه دي. شغلت اسالني انا شغلتهم. دقيقه عبد الله خماش، انت تتنازل عن رئاسه البلديه صحيح؟ عن رئاسه البلديه بعد. انا الرئيس. اي شريف انا عن وظيفه البلديه. تتنازل عنك مهما دامت الحياه. الله ليش عبد الله انت كلامك متناقض. اتنازل عن وظيفتي؟ والله ما هي عن شيء. اللي قلي الرصيده يتوظف. النقطه الثانيه انا عندي الكابينه والمحل هذا ما اقدر اجمع بين كوزي والبلديه اربع حاجات. بس قرارك عبد الله خماش كان مش بمحله. والله محل. لا والله محل. قول لي شلون. شلون اخضر شلون طال عمرك أزرق. المفروض انك تياني تقول لي يا يوسف يا حبيبي. انا ما اجيك لاني انا اذا جيتك اتكلم واقول لاني اعرف اللي على يمين اخوي امون علي حتى لو غلطت عادي. ايوه صح خلاص. وحتى لو انت انا اقول اشغلت الانتياب وظيفتك. حتى لو انت علمتني كيف اتكلم في كلام اليوم والله العظيم اني انا استانس. والله صدق يلموني خلي يلموني في يوم الاول ترى اسمع مني. النظافه زيرو. وظيفتك المراقبه زيرو. ماني في حراره. كل شيء زيرو. توظفنا بيض الله. يا ناكر المعروف. يا ناكر المعروف. وش سويت؟ وظفتك اول واحد على طول اعطيك في كوزي و500. يا ذلت عقلي. كل في لفته قلت ترى بافصلك. اشغلتني حتى في النوم صحيني تقول قم بافصلك. قم بافصلك خصم 200. لكن فصلتك؟ ما فصلتني. تقدر تعوضها. حصلت 500 وخصم ما خصم. يوسف اعطي كل اللي يهمك فخم حق البلديه. ما اسمعك. انا لو اني معك في البلديه كيف اقدر اجمع بين البلديه والكابينه والمحل اللي بثوته وهذه الحاجات؟ ما اقدر. الحين معك خالد. انا اعرف خالد توظف. شوف خالد كيف. شوف كيف كلمه السر حقك خالد. هنا. لا خالد توظف. انا وراك هنا. شوف منو وراك هنا. شوف انت جاهز يا يوسف. السي في عندي. سي في. والله لو يخلصوا مسابقه دخل رئيس بلديه. شوف انا دخل 1300. شوف ضغطتين. شوف ايش يسوي. اضبط مالك هم حبيبي. انت موظف كوزي يا حبيبي. تحسدني يا اخي. دقيقه يا اخي. اللهم انا بخبرك. انا بخبرك قلت لا اله الا الله. محبه انت توظفت عندي في كوزي. ولا يوم دخلت علي المطعم يا تروج لين اصحاب البقاله ورب البيت يا يوسف وما حصلت منهم ريال. ابو جمعه والله ورب الكون لو ما عندي الكابينه ولا جاني المحل والله الذي لا اله الا هو ما تنازل عن وظيفتين هذه. لكن انا عندي ذي ابى اركز عليها. مستحيل اني اجمع بلديه وهذه. عبد الخماس بغض النظر عن ذي محبه الناس. ليش تدور الناس؟ ليش تبغاني؟ وانت تبغاني فيصل. انا اشوف وانا فيصل احتاجك والله. اسمع متفرع فيصل الشهري يقول ليش ما تاخذ واحد متفرع؟ يستاهل. وهو خماس لما كانت عنده رئاسه البلديه كان المفروض انه يوظف ثلاثه. قلت كلم يوسف عيا شوف جنبه. وظف خماش. وظفت اثنين وخالد الشمراني وندمت كمان. وليش يوسف؟
ليش ما توظف يوسف؟ ليش ما توظف يوسف؟ وحنا قلنا لك ذاك اليوم كنت توظف يوسف تقول لا 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 بيقطع ما لك داعي يا فيصل الشير. وانا اخلي فيصل فيصل الشير الحين عشان يقطع. انا بقول لكم كلمه الحق يوسف لا بقول لكم 300 اغلى بقول لك كلمه دخل لرئيس بلديه بقول لك كلمه الحق قول اشتغل بذمه وضمير. فيصل الشهري كان عنده ثلاث اختيارات واختارني واختار خالد وهذا مطيبه. قلنا ميدا يوسف المزروعي حليله 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 قال لا 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 حذفنا مقترنا قاعد اظن قلنا كذا قلنا كذا احنا ما نبغى نفتن ما نبغى نفتن يا فالح ما نبغى نفتن نرمي عقلنا قلنا لا الا يوسف قال بلا الا يوسف صح ايش قال شوف الحسد وصل له فيه قال يوسف كل مره يجي هاشتاج قلنا يا اخي لا لا شوف الشطاف المشي بجارس متكنا شوف يطالع دقيقه شوف يضحك دقيقه وبعد لما كنت صاحب كوزي تخيلوا يوم لما كنت صاحب كوزي والله اني ادور اسم فيصل الشهري خلال السبع الايام ماي بريال ما اخذ زد رصيدك ماي بريال ما اخذ كل يوم انا مسجل عليه اكثر من 100 اي والله اني مسجل اسمع اجل يمسحها اول ما دخلنا اسمع اول ما دخلنا زد رصيدك لا لا ما قلبتها ولا شيء تمسحها اول ما دخلنا البرنامج زد رصيدك غنيت اغنيه اللي شلناها هذه اللي هنا في القريه اللي خلي تفكيرك يفيدك هذا مفتاح كبير هذه لك عبيدك زد رصيدك زد رصيدك كيف زد رصيدك مو جاي القريه تاكل وفر صح ما يعني شوف عمر خلص عمر خلص تاكل من ورا ابدا كذاب تاكل أبدا. من ورا ما ياكل قدامنا يحاسب يروح السلامه ياكل اذا علم شفت لما